وخلال جولة النهاردة يا جماعة أحبائي مشاهدي قناة جوار السويس، طبعا عارفين وصفاته الجميلة، وعلى ما نحضر يكون حضر لنا بوصفة لأي حاجة تانية إن شاء الله. ده شبر المونتي بتاع المزارع بكام ده؟ لا ده 35 35 والله حجمه حلو يا مصطفى. ده 2 في الكيلو 3 في الكيلو حبيتين كيلو. ده حلو حجمه حلو وطازج. ده ملكي مزارع ب 35 جودة المزارع بتاعته حلوة. نعم جودة المزارع بتاعته عالية. جودة المزارع بتاعته عالية. سمكة سمينة. سمكة سمينة. سمكة اللي غاوي سمكة سمينة. طبعا ظبط بتاعه ده عشان هي طازج. الدبار دي بكام يا ابو خالد؟ والله كويس. 3 حبات في الكيلو سمك الشبعان يا جماعه النهارده برضو. يلا كل سنه طيبين. الناس ايه بتحاول تقلل الاسعار شويه. 35 ده؟ 50 50 ده البولت اللي هو 35 والشعور 30. ليه ده مكان نزل شويه يا درش؟ مكان نزل اليومين اللي فاتوا وجع. ما هو مش معقول يا استاذ مصطفى يكون عندك وتوصف لنا تعملناش وصفه. لا زي ما الناس اتعودت معاك. لا وصفه اللي انت عايزها. يعني هتعمل لنا الكشري النهارده؟ الكشري النهارده هتعمل فيه ايه بقى ان شاء الله؟ صابع. لا هيتعمل شوربه حمرا. الاول ننظفه. ينظفه تنظيفه حلوه. ويتغسل بالخل والثوم. بالخل والثوم؟ انا المعلومه دي اول مره اعرفها. عايز اطلع زفاره وما تخليش فيه زفاره. خل والثوم مع بعض وملح ولا غير ملح؟ شويه ملح يسحب منه الزفاره برضه. وبعد كده يشط في الشطفه الحلوه. ايوه الله ينور عليك. وبعدين يتحط ايه البصله؟ حط المغزى يتشوح مع البصلايه لحد ما البصلايه تسود. تمام. سوى يتشوح فرق شويه زيت او شويه سمنة عادي. طلع الزفاره بتاعته. وبعد كده يديله معايير الميه بتاعه. اللي هو قد ايه يغطي السمك؟ يا دوبك تغطي السمك 3 كوبايات ميه. 3 كوبايات ميه. تعرف تشربه. تمام. تلاقي ايه بعد كده بقى؟ شوشه الزيت بتاعته السمونيه بتاع طبقه الزيت تطلع كده. ترم العظمه ها؟ لا منها للمخ على طول، والله منها للمخ. دايما وصفاتك جميله يا استاذ. شاكرين يا حبيبي. لجوله النهارده يا جماعه بعد ما سيبنا الاستاذ مصطفى احنا عند شبكه وصناره الاستاذ رضا. ايه الجمال ده يا ابو رياض؟ دي كاريماري سويسي دي. دي كاريماري سويسي. امسك لي الحبايه دي كده. لا حبايه. ايوه وريها لي كده. كاريماري سويسي. ده كاريماري سويسي يا جماعه. حشو ده. والزعانف وال بص نعمل كده. ايوه. نضف كده. كاريماري عايزه ميه بس. عشان لازق عشان طازه بس. عشان طازه لسه. وتشيل الجلد بتاعها. الجلد بتاعها كده اهو. بقت لبن حليب، ما تقطعش القرطاس المؤاخذه بتاع ده عشان يتحشي الشوارب وايه؟ والخلطه صح؟ حشو. ايوه. ادي يا جماعه اهي زي الفل بيضه زي الفل اهي. تمام تمام تمام. ده بكام الكيلو فيها ده يا رضا؟ 80 80 80. والخرمان المبروم ده؟ الخرمان ده عامل 50 المبروم. طب والله ده لسه بسم الله يعني. بصوا يا جماعه ماسكه نفسها هي جميله اهي. سمك فريش بكام دي يا ده عامل 50 50 والله كويس. والبياض ده ولا صدف؟ ده بياض. ده جرم بياض. جرم بياض ده بيعملوه في ليه او جزل. بص ده طبعا الله شوف ظبط عليه عامل ازاي يا ابو رياض. طلع انا بدمه لسه. دم استحاله لو مش طازه يطلع دم احمر كده. استحاله. بكام الكيلو فيها البياض ده؟ عامل 60 60 حلو. بنديه للزبون يعمله في ليه او جزل. يا جزل قلي او يعمل فيليه. لحم صافي. وتعمل شوربه. شوربه. مش كده؟ شوربه بيضاء. سمك كله فريش كده. لا ربنا يوسع عليك يا ابو رياض. جميل. والكشر ده؟ كشر طازه برضه. بكام؟ ده عامل 80 80. ده والله حجمه امسك لي كده. حجمه حلو يا جماعه. الواحده تطلعها كيلو وكيلو شويه. كيلو وربع كيلو ونص. كيلو وربع كيلو ونص. الكشر بكام؟ 80 بقى. 80 برضه. بنبيع. وده ده شعور امارات. امر السعود. بتاع الشعور. امر الشعور. انا دلوقتي قلت لك هاجي لك بعد الدور هجيب لك 4000 جنيه. ده امر الشعور. ده خمخم. ايوه ادي الخمخم. يبقى نمشيها كده. ادي يا جماعه عيله الشعور. الخمخم والمحسني والشعور. يبقى فاضل بس ايه اللي هو ايه؟ الشركس. الشركس. يبقى العيله كده تكمل. العيله كملت. عيله كملت. الشركس. خمخم. خمخم يتميز يا جماعه انه
بوزه طويل شويه اهو. شوربه وقليه. شوربه وقليه ده الخمخم. وادي الشركس. شركس محسني قصدي يا سوري. ده المحسني. المحسني. وده امرايه الشعور. امرايه شعور قمر. والشعور اللي احنا عارفينه يا جماعه. والدنيس النهارده بكام يا رياض؟ بنبيعه ب 90 ابو 120. تمام والله. سمين قوي يا رياض. جبت روت سمين قوي. سمين. سمين سمين. والبوري الحلو ده؟ ده عامل 60. 60. والكسكومري البلدي؟ كسكومري على لاشيتا. كسكومري على لاشيتا. ايه لاشيتا يا جماعه؟ بصوا يا جماعه اللي ديلها اصفر. وادي الكسكومري. ادي الكسكومري الديل بتاعها مبيض. وادي اللاشيتا. وادي اللاشيتا ديلها اصفر يا جماعه. ايه واضحه خالص محدش يتخم. ادي الكسكومري لاشيتا. دي لاشيتا اهي. لاشيتا اهي. واللي جنبها على طول مباشره كسكومري. كسكومري. علاوة على ان هنا في الكسكومري مفيش اللي هي مجموعه القشره التخينه. القشره التخينه هنا بقى اهي. قشره اهي تخينه يا جماعه في اللاشيت. ده زرقان. زرقان ودي فصائل الباراكودا. من فصائل الباراكودا. ودي باراكودا. باراكودا كبيره. باراكودا بكام؟ 60. 60. والزرقان ده 50 صغير. واللاشيت على كسكومري 50 برضه. طب والله يا ربنا يحسن سوقك يا استاذ مصطفى. استاذ رضا السلام عليكم. السلام عليكم.